مناورة قتالية خارج المألوف شهدتها سماء الولايات المتحدة، أبطالها الطائرة F-16 الأمريكية ونموذج لطائرة مقاتلة يقودها الذكاء الاصطناعي، لتعلن الأخير انتصارها على الأسطورة F-16. وعلى الرغم من غزو الطائرات المسيرة للعالم خلال السنوات الأخيرة وتحولها لأداة بارزة في الصراعات والحروب الدولية، إلا أن صورة الطائرات الحربية الضخمة التي يقودها طيار لم تعد الخيار الوحيد بعد أن كشفت القوات الجوية الأمريكية USAF عن سلسلة من الاختبارات والمناورات لمقاتلة تجريبية بقيادة الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA ومدرسة اختبار الطيارين التابعة للقوات الجوية الأمريكية، معلنة نجاح الاختبار الذي رسم علامة فارقة بمجال صناعة الطائرات المقاتلة. الاختبار تضمن مناورات وقتال جوي باستخدام طائرة X-62 فيستا، وهي طائرة F-16 معدلة خصيصاً لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة قتال جوي ضد طائرة F-16 التقليدية بقيادة طيارين أمريكيين، حيث عمل برنامج تطوير القتال الجوي ACE التابع لداربا على مدى السنوات الأربع الماضية على تحسين كيفية استخدام الجيش للذكاء الاصطناعي في الحرب والقتال الجوي اعتماداً على التكنولوجيا المستقلة، ومنه انطلقت عمليات محاكاة لطائرات F-16 أثناء القتال المباشر على أجهزة الكمبيوتر. يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار إلى تطوير أسطول ضخم من الطائرات المقاتلة المزودة بنظام ذكاء اصطناعي تعمل جنباً إلى جنب مع الطائرات المقاتلة المأهولة، وتقدر تكلفة كل طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي ما بين 10 إلى 20 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة إنتاج الطائرات المقاتلة التقليدية. تتمتع هذه الطائرات الذكية بقدرات متقدمة تفوق نظيرتها الحربية المأهولة، حيث ستكون أذكى وأكثر كفاءة وقادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً وخطورة. ومن المخطط أن تصبح هذه الطائرات برنامجاً جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2028، معلنة تشكيل نقلة نوعية في قدرات القوات الجوية الأمريكية وتعزز مكانتها كأقوى قوة جوية في العالم. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن ميزانية البرنامج تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ويتوقع البنتاغون إنتاج 1000 طائرة مقاتلة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وستكون مهمتها مرافقة وحماية الطائرات الحربية من طراز F-35 وF-22 والقاذفة B-21 الجديدة، إلى جانب نقل الأسلحة الخاصة وضرب الطائرات والأهداف الأخرى على الأرض وأداء وظائف الاستطلاع. طائرات الذكاء الاصطناعي المقاتلة ستلعب دوراً حيوياً في دعم العمليات الحربية وتقديم الغطاء الجوي للطائرات المقاتلة الأكثر تطوراً في غضون السنوات الخمس المقبلة، والعمل ككشافات ومراكز اتصال تمكن القوات الجوية من الاتصال مع قمرة القيادة الخاصة. وعلى الرغم من نجاح وتفوق هذه الطائرات خلال الاختبارات أمام F-16 التي يقودها الإنسان، إلا أنه ليس الهدف النهائي لهذا النوع من المقاتلات الحربية، بل خطوة أولى لتطوير تطبيقات أخرى للذكاء الاصطناعي بالمجال الحربي.